المدرب إلي رميعة، أهلا وسهلا فيك. هاي. شو أخبارك إلي؟ الحمد لله كل شيء منيح. خير الله. يعني إلي مع هالأزمة حتى صرنا عم نعمل ورك أوت بالبيت أونلاين كلاسز، هل هذا الشيء بفيد غير ما أنه نحن نكون عم نعمل كلاسز يمكن بالجيم؟ يعني اضطرينا، ما عنا حل تاني. مورا اللوك داون اللي صار مورا الكورونا، واكيد بلبنان مثل ما بنعرف الاسباب الماديه اللي صارت مورا الهيركات تبع البنوك، في كثير ناس اضطرت تقعد بالبيت وتعمل اونلاين تريننج، فما عندنا حل غير انه نفتح زوم او سكايب او واتساب كول فيديو كول ونعطي بي تي ثرو فيديو كول. وقديش عم تاخذ رهجه يمكن هالاونلاين كلاسز؟ يمكن الناس عم ترتاح اكثر صارت هلا بعدين ما بتلاقي حدا بالجيم، يمكن صارت ترتاح بالبيت على راحتها. هلا ليكي هو السيف ذو حدين، يعني في ناس مثلا عندها مشاكل صحيه، عندها انجريز، بتضطر كانت تروح على الجيم تكون مع بي تي، حتى كان الجيم هو فشه خلق للناس. يعني انا مثلا عندي كلاينتس ما حبوا ياخذوا اونلاين تريننج لانه بيقولوا لي انه الي انا بحب اروح لعندك على الجيم، كنا نفش خلقنا نروح نتمرن. مش بس هيك، لانه بتشوف غيرك كمان بتحس انه في مزبوط. في منافسه شوي. حتى مثلا الجيم اللي انا مارين فيه هو برايفت، يعني بكون جست مع البي تي، بكون لانه اذا عندهم مثلا امراض او انجريز معينه، اصابات، بتكون البيرسونال ترينر بكون عم بيهتم فيهم شخصيا. اوقات اونلاين ما فيك، يعني ما تحس بدك تطلع من الشاشه، يعني لا انتبهوا البوزيشن اللي عم تعملوها غلط، بس انه قد ما فيك بتصلحي. يعني ما هالفكره هي اصعب الاونلاين تريننج لانه انت منك موجود. هلا اهين للاشخاص كنت تمرنيهم، يعني اوقات صعبه على الاشخاص الجديده، يعني اذا كان نيو كاستمر بيجنرز، يعني اصلا 100% اذا كان بيجنر او ما عنده فكره ابدا عن الورك او عن سبور، بتجربي قد ما فيك تفرجيه انت كيف عم تعملي من خلال الشاشه، وهذا اللي نحن بدنا نعمله بفيت بيت. يعني نحن هذا اللي رح نجرب نعمله، انه نكون بيرسونال ترينر من خلال هالشاشه، نفرجيهم كيف نحن نعمل حركات وهيك لما يتعرضوا لاي اصابات. 100% هيدا اهم شيء، يعني اهم شيء الواحد يكون عم يعمل ورك اوت صح، عم يعمل حركات صح، وبالاخر يوصل للهدف تبعه للجسم اللي بده اياه، من بلا ما يكون عنده ولا اي اصابه. اوكي إلي، رح تكون معنا ضيف دائم بفيت بيت، هيك بنستفيد اكثر من التيبس رح تفيدنا فيهم. اما هلا رح نشوف بعض التمارين قمت فيها بهالريبورتاج. يلا نهار جديد وصباح جديد وتمارين رياضية جديدة، معكم كوتش إلي غميقة من فيت بيت. لكل اللي قاعد بالبيت واللي ما عنده أكسس على الجيم واللي ما قادر يروح يتمرن بنادي رياضي، اليوم أنا هون تعطيكم تمارين خاصة بالإجرين. الكل بيسألني كيف أنا نكبر عضلات الإجرين خاصة الشباب ونحن موجودين بالبيت. رح نبلش بحركة سكوات اللي هي الكل بيسمع فيها بس مش الكل بيعرف يعملها. رح نستعمل بيزك إكويبمنت دمبلز، اغلبيتنا صار عندنا منهم بالبيت، فينا نستبدلهم بقنينه مي، اذا مش مي فينا نجيب شنطه نعبيها ثياب او حيلا شيء نقدر نعمل فيه وزن. دائما تشست اب، صدر جالس، بنشد معدتنا، بنبلش بالهب لورا، ركاب نطعجن، ننزل ركاب مفروض يكونوا فوق أصابع الإجرين، ولا مرة منقربهم لقدام ولا مرة منوقف على رؤوس إجرينا، دايما ننزل ما ندفش بكعب إجرنا، chest up مجلسين ندفش طلوع. So ننزل نطلع، ناخد نفس نحن ونازلين، ننكب نفس طلوع، إجرينا دايما تحت كتافنا. هالحركة ما نعمل 3 sets 12 ل 15 repetition، ناخد rest من 30 ل 15 ثانية لأنه الوزن خفيف. هلا بيسألوني كيف فينا نكبر العضلات، نحن ما عندنا وزن ثقيل، يعني إذا كانوا الدمبلز خفيف أو كنا حاملين قنينة مي، إن كانوا لترين يعني عم نحكي 2 كيلو، اللي فينا نعمله إنه بدل ما ننزل ثانيتين نزول وثانيتين طلوع بسكوات أو بحيلا حركة عم نعملها، فينا نطول وقت الحركة، يعني نعملها 3 ثواني أو 4 ثواني. يعني مثلا إذا كنا هلا ما عم نعمل سكوات فينا نعمل 4 ثواني. So 1 2 3 4
نفس الشيء بطلوع 1 2 3 4، هيك بكون كأنه دوبلنا الوزن. ننتقل هلا لتاني حركة اللي هي الاليفيتد هيلز سكوات. الاليفيتد هيلز سكوات بدنا نحط كعب اجرينا على حافة عالية. انا هون عندي البليتس، انتم فيكم تقفوا على، اذا كنتوا بالبيت على عتبة الباب. هيدي الحركة بتصيب الميل الادمانية من الاجر. اكثر شيء الشباب بحبوا يكبروا هذا البارت هون على الطرف، هم الكوادز يوجولي بنقول لهم. الكوادز هن البارت الادماني من الفخذ. So, دمبلز بنحطهم هيك، إذا معنا دمبلز قنين المي اللي عم نحكي عنهم، دايماً ممنوع نطب لقدام ولا نحرب، دايماً مجلسين، بنزل أنا بالهيب لورا، دايماً بكون داعس على كعب إجري، عم بحس بكعب إجري، ولا مرة بدي أطلع بروس الصبيعي، بنزل قد ما فيي، برجع بتفش طلوع، دايماً عم أطلع لقدام. So, باخذ نفس نزول، كب نفس طلوع. Okay. هيدي بتكون تاني حركة. تالت اكزرسايز هو سايد لانج. سايد لانج فينا اذا كان عندنا ويت ثقيل نحمل الدمبل بهالطريقة، او الويت اللي عندنا اياه اللي هو حيال الشيء عم نحمل الوزن اللي عم نحمل نحن فيها نحمله بهالطريقة، او اذا كان الدمبلز خفاف اللي عندنا اياه هون فيها نحملهم بهيدي الطريقة كمان. بنكب اجرنا قد ما فينا الهيب لورا، بقطع جركبتي برجع بجلس بوقف. تاني اجر هب لورا، بتفش بكعب اجري بطلع. كل ميله بدي اعملها 15 مره، كل اجر 15 مره. اهم شيء مش لما انزل بقرب بركبتي لقدام، لانه بصير عندي وجع بركبتي، بصير في ريسك اوف انجري. انا بدي ارجع بالهب لورا وبدي اطلع بكعب اجري طلوع. بدي اعرف كيف اتنفس كمان، لانه اوقات اذا وصلت لمرحله انه انا حامل ويت ثقيل، معقول واحد اذا عم تنفس غلط يدوخ. في ناس تتضايق كثير، بتغيب عن الوعي اذا كان الويت كثير ثقيل. اكيد نحن عم نتمرن بالبيت ما عندنا هالويت الثقيله، بس لازم دائما نعرف نتنفس. رابع حركه هي البلغاريان سبليت سكوات. بدكم تلاقوا شيء حافة عالية، يعني مثلا حافة التخت أو كرسي أو حيالا بنش صوفا يمكن. أنا هون عندي هيدا الدولاب بنستعمله بالتمرين. بتعلقوا أجركم، أجركم لقدام، بحمل الويت أنا من الميلتين وبدي أقطع أجري وأنزل، ولما أطلع بدي أدفش بكعب اجري كمان. دائما حيالا شيء عم بعمله بدي ادفش بكعب اجري، ولا مره بدي ادفش بروس اصابيعي، لانه لما ادفش بروس اصابيعي ما بكون عم سيب الهامسترينجز ولا الجلوتس. So I go down I go up، دائما chest up، ولا مره بحردب بنزل، لانه بصير عندي ريسك اوف انجري خاصه بالباك واللور باك تبعي. So بياخذ نفس وبطلع. كمان 3 سيتس 15 ريبيتيشن كل اجر، بخلص اول اجر بنقول على ثاني اجر. ما برتاح بين اجر واجر، بعمل اول اجر 15 ثاني اجر 15 بعدين برتاح. هول كانوا تماريننا لليوم، كان معكم كوتش إلي غميقة. ستي فت وخليكم بالبيت.